أنت تقول أنه الزنا هو المحرم الذي أتاح الله للدولة أن تقيم العقاب عليه. هاي اسمه زنا. هذا لأنه الفاحشة العلنية. العلنية مو أنه مو علني يعني حلال. مو أنه مو علني يعني حلال. بس كيف بتدخل الدولة؟ خاصة أنه الآية تنص على موضوع الشهود. الفاحشة التي يقام عليها الحد الزانية والزاني فجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة. وهي بعلم الفرائض لأنه سورة النور فرائض بلسبب حتى 100 جلدة. وشو بده؟ سورة أنزلناها وفرضناها. شو بده شهداء؟ نعم. والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء حتى زوجها ما وهي يدرأوا عنها العذاب. طيب هذا توضيح.